صباح الفل والورد والياسمين على كل متابعين برنامج ميك اب لاين. طبعا كل مشاهدينا النهارده مستغربيننا، يعني البرنامج الساعه 9 الصبح واحنا بادئين الساعه 11. طبعا النهارده ميعاد حلقتنا اتغير بحكم النهارده كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير. طبعا بنهني كل الناس بعيد الاضحى المبارك، ربنا يا رب يعود الايام بخير على الناس كلها. النهارده حلقه مختلفه من نوعها بحكم ان النهارده اخر حلقه في اول شهر في برنامج ميك اب لاين. حبينا نعمل حاجات جديده جدا، اولها طلعنا بدون سكريبت، النهارده الحلقه ارتجاليه جدا. تاني حاجه، ودي حاجه انا اول مره اعملها من ساعه ما دخلت التلفزيون وبدات كشغلي كمذيعه لحد اللحظه هنا فيها دي، اطلع نو ميك اب روش فقط. ليه بقى؟ شيرين هتقول لنا النهارده. صباح الفل يا شيرين. صباح الخير يا امي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، وكل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. صباح الخير. النهارده طبعا زي ما امي قالت الحلقه مختلفه جدا وطلعت من غير ميك اب. النهارده نعمل توتوريال على ايمي، طبعا بقى هستغلها مذيعه وموديل. النهارده وهنعمل النهارده ميك اب سيمبل، هنعمل ميك اب سيمبل للبنات بتوع الجامعه، لخروجات الصيف، للناس العاملات، المراه العامله. هنعمل حاجات بسيطة جدا، مش هنشتغل بماتيريال مش موجودة عند الناس، لان في ناس كتيرة بتسألني. طبعا دي مهمة جدا، عايزة اعمل ميك اب بس بماتيريال موجودة عندي في البيت. دي حقيقة. فالنهاردة هنعمل ميك اب سامبل جدا، ماتيريالز موجودة عند كل البنات تقريبا. وطبعا في مفاجأة تانية في الفقرة التانية. مين بقى معنا الفقرة التانية؟ طبعا معانا الميك اب ارتست الجميلة والتاني مرة في البرنامج، حبيبتنا كلنا سارة حجازي. هنتكلم معاها عن حاجات كتير قوي في اساسيات الميك اب، زي الكونتور، ازاي البنت تعمل نفسها كونتور في البيت لو هي مش عارفه، لان طبعا مشكله بتواجه كل البنات يا شيرين. وناس كتير كل الناس بيسالوا فيها فعلا، ازاي اعمل كونتور لنفسي، ومعتقدين الكونتور ده حاجه اساسيه لكل الوش او لجميع اشكال الوشوش. ده طبعا حاجه غلط خالص. هنتكلم عن حاجات كتيره جدا ان شاء الله مع ساره حجازي. استنونا بعد الفاصل. والنهارده انا بقوم بدور الموديل مع شغلي، ممكن نعملها كحجه ان انا ممكن اكون ما لحقتش احط مثلا ميك اب قبل الهوا، فحبينا نحطه مع بعض. استنونا بعد الفاصل مع شيرين مردن وميك اب سيمبل هنعمله باذن الله. استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الميك اب ارتست الجميله شيرين مردن. النهارده ما بتقدمش البرنامج بس، لا، وبتعملي كمان ميك اب. وزي ما قلت النهارده اول مره اطلع نو ميك اب تماما، روج فقط، يعني عشان نبقى دقيقين جدا في كلامنا. هنبتدي بايه يا شيرين؟ شوفي هتعملي ايه النهارده. هنعمل لوك سيمبل خالص 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 بدون فاونديشن. هو انا اصلا حلو من غير ميك اب، ده دي حاجه معروفه من غير اي حاجه. طيب اول حاجه لازم نعملها قبل ما نعمل الميك اب، لازم ارطب البشره. اوكي، انا رطبت البشره في الفاصل عشان بس تلحق البشره تمتص المرطب اللي انا حطيته. اي نوع مرطب يا شيرين؟ عشان في ناس كتير بتسعى الموضوع ده. بصي، في انواع كتيره قوي يعني، وباسعار حلوه في الصيدليات. انا مش هينفع ان انا طبعا اقول اسماء معينه، ممكن لو حد عاوز يعرف حاجه مخصصه ليه. بالظبط كده. بس في حاجات كتيره قوي، منتجات مش شرط اي براند عالي، عشان بس في ناس بيقولوا لي اسعار وهميه ومش هنقدر نجيبها. كل ما المرطب يبقى افضل في الجوده. اكيد طبعا، مش لازم دايما برده. بس انا بتكلم برده حتة ان في ناس مش معاها ماديات ان هي تجيب حاجة ماتيريال عالي شوية، فممكن نستخدم اي مرطب، بس اهم حاجة مناسب للبشرة. اوكي، احنا دلوقتي حطينا المرطب على وش ايمي، خلاص البشرة كده تمام. ولازم اعمل تدليك للبشرة بعد ما احط المرطب، بحيث ان البشرة تشرب المرطب، ما احطش المرطب واسيبه. هستخدم بقى برايمر. البرايمر ده بستخدمه للناس اللي عندها مسام، او لو هتخرجي في الحر عشان العرق والكلام ده كله، وكمان عشان الميك اب. لا لا، قصدي ان انت هتخرجي بعد كده في الشمس بعد ما نخلص الحلقه. انا عايزه اقول يا جماعه ان انا كان طول عمري من ساعه ما اشتغلت مع شيرين، يعني شيرين اصلا بغض النظر عن البرنامج وعن صداقتنا الشخصيه، بس هي الميك اب ارتست اللي انا ما بتعاملش غير معايا يعتبر. عمري ما بصيت في المرايه وانا بعمل عندها ميك اب. ما ببصش، انت اللي هتعمليه هو بتاعك. والله انت اصلا مش بتبقي محتاجه اي حاجه خالص. احنا كده حطينا البرايمر، والبرايمر وظيفته كمان يا بنات ان هو طبقه بتقفل البشره خالص، بحيث ان انا لما احط الميك اب البشره ما تتاثرش بالميك اب. اوكي، ايا كان بقى الميك اب اللي عندك. يعني اول مرحله بتبقى الترطيب وبعدين البرايمر. وبعدين البرايمر علشان اقفل بقى البشره خالص، بيبقى زي طبقه عازله ما بين البشره وما بين الميك اب. والميك اب مش شرط ان انت يبقى عندك هاي اند او دراج ستور، في حاجات كتيره كوبي بالنسبه للمصطلحات. يعني في حاجات الاوريجينال قوي اللي سعرها عالي قوي، في حاجات دراج ستور سعرها قليل شويه، بس طبعا بيكون حاجات اوريجينال. تمام،
انا النهارده هستخدم حاجات يعني ممكن تكون موجوده عند كل البنات تقريبا يا ايمي. ده كومباكت باودر وده لوس باودر. انا مش عارفه يعني الكاميرا تبقى ظاهره ولا لا. الفرق ما بين اللوس الاثنين؟ باودر ده حاجه سايله كده، بصي زي الباودر كده، حاجه زي الايه سايله. بصي بتنزل ازاي. ده الكومباكت باودر بتبقى ماسكه، دي البودره المضغوطه. اوكي. عامه انا في الميك اب اللي هو العادي بتاع البنات العاديه اللي خارجه بالنهار، رايحه الجامعه، رايحه الشغل، مش طالبه بقى انت تحطي فاونديشن وكونسيلر وطبقات وحاجات كتيره قوي كده. انا من الناس اللي يوميا ما بحبش بيبقى كتير الفاونديشن كتير خالص، جدا. مجهد للبشره. يعني انا نفسي لما بحطه كتير بحس ان انا في حاجه على وشي عايزه اشيلها. انا كده. فاحنا هنستخدم باودر فقط يا جماعه. بصوا مفيش مصححات، مفيش اي حاجه خالص. اي حد في الدنيا اكيد عنده ده الباودر ميك اب العادي ده. سيمبل السيمبل يعني. وسعرها على فكره مش غالي خالص، يعني ماكسيمم على حسب طبعا كل سعر حاجه على حسب المنطقه الموجوده، يعني ده ما تعديش 100 150 جنيه على حسب فقط. المكان. طب حلو جدا. ودي اوريجينال. اوكي. فاحنا انا هستخدم بس باودر. احنا قلنا هنعمل حاجه سامبل، فانا مش هستخدم فاونديشن ولا مصححات ولا اي حاجه. انا عايزه اللوك بتاعي ناتشرال، اللي يبص في وشي يلاقيني شكل حلو وفي نفس الوقت ايمي برضو مش اوفر. وبعدين يا ايمي انت فاكره الموقف الاول، اول ميك اب خالص، يعني احراج بقى وكده، واخده بالك؟ ما انت فاهمه. انا يا جماعه طول عمري من الناس اللي ما بحبش دايما الصوره بتاعت افتر وبيفور، يعني نجيب الحاجه قبل وبعد دي لا اطلاقي. وكمان مالكيش في الميك اب برضه، تخيل يعني لما اطلع بقى هوا كمان في البرنامج بدون ميك اب. مرموش بقى والجو ده، ويعني كتير بصراحة. يعني اتفرجي. احنا هنعمل حاجة بسيطة خالص وسريعة جدا، مش هتاخد معانا وقت، وثابتة يا جماعة عشان محدش يقول مش هيبقى ثابت. لا ثابتة جدا. انا مش هقول بيتقال لي يا جماعه في الكنترول روم. قولي قولي قولي. مش هتختلف كتير من الميك اب من بعد الميك اب. ايوه طبعا. لا عشان احنا حلوين احنا يعني. حلوين. دي وعين ايمي على فكره من العيون الصعبه في صعبة الميك اب جدا. جدا، مش اي حد يعرف يعمل لها رسمه حلوه في الشادو غيري انا بس طبعا يعني. هو انت مفيش غيرك. بصي فوق 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 فوق. طبعا اي اسئله عن اي حاجه على الرسائل البيج، ولو محتاجين اي منتجات معينه نقول اسمها مثلا وسعرها او شكلها مفيش اي مشكله. بصي، هو في سؤال جالنا على البيج من كام يوم، حتى كنت اتناقشت معاكي فيه. الناس سألتني يعني عايزين نعمل، يعني عايزين اللي هو ايه، في براند هينزل باسم شيرين الفترة الجاية ولا لأ؟ ان شاء الله باذن الله. والله في كده بشتغل على حاجه معينه مش عايزه احرقها باذن الله. حاجة اكسكلوزيف. طب لبرنامجنا يعني اكسكلوزيف. هو في براند كده قريب، بس مش هقول لكم ايه البراند بقى عشان انا حاجه بحبها طب قوي. هنقرب للمشاهد اكتر، بس ميك اب ولا شعر؟ لا ميك اب. انا فكرت بصراحه في موضوع الشعر، بس مش يعني انا هنتكلم كتير بقى بتشد عشان شويه انت عارفه للميك اب انت بحب عارفه. احرق المفاجآت دايما، طبعا ما عارفاكي بقدرش امسك اكيد. نفسي يعني. طيب احنا كده احنا عملنا كده عملنا ايه؟ حطينا الباودر. لو هحس ان في زياده او حاجه، والناس اللي بيقولوا لي بنحط الباودر بنحس انها بتغير بتغير معانا. التغييره دي سببها ان انت مش بترطبي بشرتك كويس. ماشي. بصوا يا جماعه انا حاسه ان البشره معايا ناتشرال كده، حاسه ان انا بسيط جدا سيمبل خالص. اوكي. هظبط الحواجب بتاعتي بمسكره حواجب. شيرين انا يعني من امتى بعلق على الميك اب بتاعي؟ لا برضو لازم بصي تديني دايما بشوف ان الميك اب تديني اللي الرأي. بيتعمل في وش الميك اب ارتست اساسا، يعني لو عملته وحش في وشها فشيرين ما بتعملش حاجه وحشه طيب انا برضو عندي يعني. الماسكارا، مسكره الحواجب. طبعا حواجب ايمي ما شاء الله مش محتاجه كلام يعني. بلاش الزوم بس يعني. بلاش استاذ عزب، بلاش الزوم بس. الماسكارا دي يا جماعه على فكره سوري مش براند، دي حاجه كوبي بس انا بحبها قوي، ويعني انا شايفه انه مش عيب ان انا اقول ان انا بستخدم حاجه كوبي، لان انا بحبها على المستوى الشخصي، بستخدمها من زمان جدا. جربت حاجات كتيره قوي اوريجينال وسعرها واو عالي، بس مش عارفه انا حبيت دي. هسرح بس كده الحواجب بحيث ان انا اغير لونها. الحواجب عندي مش محتاجه جل ولا باودر ولا محتاجه اي حاجه اصلا. وبراها خالص علشان ما ادخلش بتقل الجل بتاع الماسكارا الاقي نفسي عكيت الدنيا.
هو ممكن نقول بروحي خالص عشان المطرحة ما تتبهدلش. لا ما تلاقيش مش تبقى بعد لا بعدك. في ناس يا امي بيأفوروا قوي في رسمة الحواجب، يا بيطولوها زيادة عن اللزوم يا بيقصروها زيادة عن انا برضو اللزوم. السؤال اللي جالي على البيج عندك يا شيرين، رايك ايه في المايكرو بليدنج والتاتو؟ بصي بصراحة التاتو ده انا يعني ما اعرفش، ما بحبهوش، بحسه حاجة اوفر بشعة قوي. كده في الوش، بالذات في الوضع الحالي اللي احنا فيه في الايام اللي احنا فيها دي. المايكرو بليدنج هو كويس مش وحش يعني، الهير باي بحسه هير كويس جدا الهير الى باي حد هير ما طبعا يعني. بتحسيه طبيعي شوية عن التاتو. التاتو بيكون اوفر قوي، تحس ان في حاجة غلط في وشك كده، فما اعرفش ما بحبهوش بصراحة. كده احنا خلصنا الحاجب بتاع امي. لو عايزين بقى اضاءة تحت الحاجب شوية، ممكن احط اي شادو فاتح اللي هو درجة مثلا شامبين ده. يبقى احنا كده اللي استبدلناها يا شيرين مرطب، مرطب، وبعدين بعدين برايمر، برايمر، وبعدين بعدين حطينا الباودر، الباودر، ما حطيناش فاونديشن يا ما جماعة، حطيناش فاونديشن. حطيناش. ده ميك لو اب حد نهار صح؟ لو حد عاوز يحط فاونديشن يبقى يحط فاونديشن قبل الباودر، تمام. بس انا بتكلم للناس اللي هي عايزة تعمل ميك اب بدون فاونديشن، لان انا اتسألت كتير قوي في الموضوع ده، نفسنا نعمل ميك اب يكون شكله حلو وما بنحبش نحط فاونديشن، وبالذات بالنهار بيخرجوا كل يوم فصعب قوي يعني. في فاونديشن طبعا يومي، بس في ناس ما بتحبوش زي حالتي كده يعني. انا عامله انا ما انا بحبش عامله الميك اب الفاونديشن اللي انا عاملاه خالص. دلوقتي نفس الميك اب اللي انا عامله لك يا امي، باودر فقط بدون فاونديشن. بيجهد البشره قوي، بحس ان هو بيبقى دود قوي على البشره وبيجهدها وبيعمل فيها زي سايد افكت كده مع المدى الطويل. طبيعي، لان انت بصي كل يوم يعني اللي بتخرج كل يوم غير اللي بتخرج مثلا مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. احنا كده يومي ناقص عندنا ايه بقى في ده الميك كده اب؟ انا هعمل كونتور بسيط جدا للانف. تمام. باليت الشادو دي انا بحبها قوي يعني، يمكن كل البنات اللي واخدين معايا الكورس بتاع الميك اب عارفين ان انا بحبها. معلش يا شيرين، في اخر فقره تمام. النهارده عندنا أنا عايزين نتكلم عن كورس الميك اب والاوفر اللي هيتعمل لا في لمتابعين اوفر حلو قوي لمتابعين متابعين ميك اب لاين. البرنامج، فانا الباليت دي على المستوى الشخصي بحبها، ممكن استخدمها بلاشر، بستخدمها كونتور، يرضي بستخدمها مين اطلع حواجب. بمناخير مثلا في اول الحلقه وبعدين اصغرها؟ يعني مش عايزين يفهموا ايه دلوقتي لا لا عادي، ده ميك اب عادي مش مشكلة. يا جماعه. انا تمام، انا تمام، انا ما بطلعش بميك اب اصلا. انتي حلوة في كل حالتك، انا عايزه اقول لك انا مش وبعدين من هواة كفايه ان الميك احنا اب. استغليناكي موديل النهارده، واخده بالك؟ البرنامج بتاعنا كنا حصري، حابين نعمل حاجه النهارده كده حاجه جديده، حصري تمام، ما شفتهاش قبل كده. احنا معانا طبعا كل جديد في ميك اب لاين، طول ما احنا طبعا. معاكي يا شيرين. ويا ريت يا جماعه ما نقفرش في الكونتور، الحاجه الاوفر بتقلب لعكسها يعني، كل ما بتزودي في الحاجه بتقلب للضد زي ما بيقولوا. حاجه سامبل قوي وبسيطه. طيب هنعمل كونتور للوش. امي اعملي كده. بلاش الزوم. احنا هنحاول بس نحدد ملامح الوش بتاعت امي، وطبعا الكونتور يا جماعة بيختلف من وش لوش، ده هنتكلم فيه في الفقرة التانية مع سارة حجازي، بس كل الناس معتقدين او معظمهم يعني معتقدين ان الكونتور ده حاجة ثابتة. اسحبي. لا هو مش حاجة ثابتة خالص، وطبعا الوش هنا عند امي دور، فانا طريقة الكونتور غير ما يكون الوش رفيع، غير ما يكون الوش على شكل قلب، في طبعا اشكال وشوش كتيرة جدا هنتكلم فيها بالتفصيل. وفي وشها شكلها ايوة، في بتبقى فرقة الشعر هنا كده عاملة زي رسمة القلب، بيبقى الراس من هنا كده قلب. تمام. تمام. طيب احنا كده معانا 3 دقايق. 3 دقايق. تمام اوكي. تمام. طب نحط ماسكارا بقى وبلاشر. غمضي عينك، غمضي. احنا مش هنركب رموش عشان احنا قلنا هنعمل لوك سلام. ناتشرال بدون اي حاجات اضافية. بصي فوق طبعا. ايمي عينيها غمضي، صعبة. صعبة بس انا يعني حفظتها خلاص، حفظت ملامحك. نعمل ايه؟ طيب بصي فوق.
هحدد بس كده تحت العين. انا هحدد بس خط الرمش اللي تحت عشان عين ايمي صغيرة، فلما احدد من تحت هيديني وسع للعين بتاعتي، او هيديني مساحة ان انا عندي عين، يعني في عين هنا هنا يا في عين. جماعة. بصي كده، حط بقى البلاشر اخر حاجة. عايزه اقول لك من احلى اللوكات اللي بتعمل لوك السيمبل، طبعا بيبقى ناتشورال اكتر، بيبان طبيعي وبيبقى بيدي ملامح حلو الوش جدا الاصليه، يعني بتلاقي ناس بصراحة. بيتحول بصراحه، بشوف تحولات. تبقي حاطة ميك اب وكأنك مش حاطة اصلا. اعملي كده زي تاني. انا البلاشر لازم ادمجه مع خط الكونتور عشان ما يظهرليش ده حاجة وده حاجة، لازم الاتنين يندمجوا مع بعض. انا بحب معاكي اول الدرجات دي. والله انا ينفع اللي بيحصل لي ده يا جماعه؟ انا يرضي مين ده؟ جميل اهو كده، احنا ظبطنا البلاشر لازم ادمجه مع الكونتور علشان ما يظهرليش ده حاجة وده حاجة. اعترفي يا شيرين ان محدش بيعذبك في الميك اب زيي. لا بصراحة فعلا انا هحط جوه كحل فاتح شوية عشان يديني وسع للعين. خلصنا اللوك بتاعنا وبقى نثبت الميك اب. اهم حاجة، اهم من الميك اب ان احنا نثبت الميك اب. التثبيت انا طبعا مش هحط طب ده هايلايتر ولا بيقف حاجة. على المثبت ولا بيقف على جودة الماتيريال اللي احنا بنستخدمها في الميك اب؟ لا بصي، هو المثبت دوت علشان يثبت لك الميك اب ايا كان. انا قلت الجودة، انا مش هتكلم في جودة لان في طبعا اسعار مختلفة، في متفاهمة. براندات مختلفة، فانا مش عايزة احجم حد ان هو لازم تروحي تجيبي ده. لا انا يعني انا عندي الاتنين الفيكس ده، انا بحب الاتنين بصراحة، بستخدمهم بقالي كتير. ده بستخدمه للبشره ما تكون دهنيه قوي 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 او بتعرق كتير قوي، الميك اب هيسيح منها قوي، فبستخدم لها ده. خلاص ده بيخلي البشره جبس من الاخر يعني. الميك اب الجبس، صاحبة الميك اب ده الجبس. الجبس، ده بيدي معايا تثبيت وترطيب. لو البشره جافه فانا بحب استخدم ده عشان بيدي ترطيب شويه للبشره. تمام، تمام، احنا كده فانا فنشنا. اغمض عينك بقى. كده فنشنا، احنا كده نسيب خلصنا اللوك، الوش طبعا بعد ما نحط الفيكس، مش بنسيبه محتاجة اقول بقى افتر ينشف وبيفور. انتوا شفتوا الانترو حاجة وشفنا سريعة بدون رموش ولا لانسز ولا رسم حواجب جل ولا أي حاجة خالص. للاسف اعزائي المشاهدين فقرتنا دي انتهت، معانا فقرات تانية كتير، وهتبقى برضو معانا شيرين الفقرة التانية مع الميك اب ارتست. صلاح تقول جازي يعني تقول تقييم الميك اب بتاعك الميك اب طبعا، وهي مفيش طبعا. طبعا كلام عن الميك اب بتاعك. ميرسي جدا يا شيرين على اللوك الجميل ده. قلبي استنونا بعد الفاصل، معانا الميك اب ارتست الجميله صلاح جازي، هتكلمنا عن كل ما يخص الميك اب والبشره والشعر، وهندلع الست زي ما احنا متفقين. استنونا. استنونا ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الميك اب ارتست الجميله اللي منوره الدنيا كلها، يعني اللي على المستوى الشخصي بحب جدا شغلها، صلاح جازي. ازيك يا حبيبتي. ساره؟ حبيبتي ايه، عامله ايه؟ الحمد منوره لله النهارده في ميك اب لاين. حبيبتي، تسلمي. منورانا يا ساره. ايه ثانك رايك في يو ميك اب شيرين. شيرين؟ لا حاجة ناعمة، حاجة أنا بحب الحاجات يعني معلش عشان لازم الهادية دي. اخد التقييم خدي برضو. رأيي. لا بصي، هو البنات ده، في بنات كتير بتسأل أنا رايحة الجامعة أستخدم إيه، فهي عاملة لك حاجة يعني حاجة بسيطة حاجة جدا. سريعة ومنتجية أو جميلة عند شيرين من كل النوع بنت. اللي بتميل جدا دايما للميك اب السيمبل، يعني ما تحبش معايا الاوفر عموما، هي عموما في شغلها هو ما عامة تحبش شغل الميك اب الاوفر. السيمبل ده يعني عشاق كل الناس بتحبه، يعني طبعا كل الناس بتحب الميك اب السيمبل لانه ما فيهوش افوره. ميك اب ناعم وهادي ومريح، حتى بيكون يعني له على البشره يعني اثر ان هو كويس كده، ما يبهدلش البشره يعني، ما ما بوظهاش بيجدهاش وكده. مع الوقت يعني. في عرايس بيطلبوا منك لوك سامبل كده يا سارة؟ دلوقتي حاليا في الفتره اللي احنا فيها كل البنات بتطلب الميك اب يعني الهادي. انا اعرف ان عندك في المكان بتاعك عشان ارياف كده فبيحبوا كتير، يعني العروسه هادي بتحب الارياف. تطلع لا عليه هو كتير. هادي حاليا الارياف مش الكل هنعوض. متبع في فعلا الهادي. لا حاجات حاليا بتواجهني كل البنات انا بتطلب كمان الميك اب طبعا. الهادي. بيجي لي عرايس برضو من الارياف اوقات
بتحب تطلع يعني بشتغل لها اثار عارفه لوك العرايس بتاعتي بيبقى سامبل وهادي جدا. هو كل ما الحاجه بيبقى فيها بساطه ففي ناس كل ما بتحب بتكون لا احسن. حطيلي من ده حطيلي من ده ايه ده لا يعني البساطه حلوه، كل ما بتكون حاجه بسيطه بتكون احسن فعلا. واكتر بكتير يعني. طب يعني انا بص برضو يعني الفكره في ايه، انت بقى لما بيجيلك عروسه عايزه ميك اب سيمبل تمام، تمام. السيمبل ده مثلا بالنسبه للناس ما احطش فاونديشن وما احطش حاجات كتير، ولا بحط مثلا حاجات معينه العروسه اساسي العروسه فاونديشن بالذات اساسي اساسي فاونديشن لازم. بالذات لما يكون في كمان عروسه عندها هالات سودا عندها حبوب، فلازم ان احنا نداري الكلام ده كله، البشره بقى دي فمش هيكون ساره فاونديشن وبس، لا طبعا هيكون في كمان ان انا لازم هداري العيوب بكونسيلر بكاموفلاج بكوركتور، لازم لازم اظبط الكلام ده كله. ولما بيجيني عروسه عندها هالات سودا يعني بحاول ان انا اقول لها ما تعتمديش على الميك اب، حاولي ان انت تغيري الداخلي الاول، نعالج الداخلي الاول بعد كده اسمك نعالج انت بس من جوه الخارجي. كمان لا يعني احنا عايزين نعالج من جوه الاول، يعني مثلا البنات اللي دايما بتسهر الموبايل بيفضلوا طول الليل يبصوا في الموبايل وكده، طبعا الحاجات دي بتعمل هالات سودا، بيأثر عليهم. والناس اللي غاوية بقى ايه شيبسيات و مواد حافظة ومسليات وكده، ده كله برضو بيأثر على البشرة جامد. فأنا عشان خاطر أداري العيوب مع العروسة بالميك اب، فأنا عايزاكي يعني حسني من نفسك من جوه الأول، داخلي عالجي الداخلي الأول وبعد كده نعالج الخارجي. فعلا صح. برضو احنا عندنا البنات يعني ما شاء الله يعني امامير. عشان الناس زعلوا مني الحلقه اللي فاتت لما قعدت اقول الارياف ومش الارياف وما بيكرهوا لا طبعا بيحبوش وكده. هو طبعا كل بنت ليها جمالها الخاص طبعا. الفكره في الميك اب ارتست انها تبقى فنانه في هي اللي اظهار بتظهر الملامح الجمال الموجوده ده دي. اصلا طبعا انها اقدر اظهر الملامح بتاعتها. ما شاء الله شغل شيرين مثلا من الناس اللي بشوف دايما شغلها، لا هي البنت بس ميك اب نفس النظام معاكي يعني. هو ميك اب العروسه بيكون مختلف عن ميك اب البنت العادي وانت رايحه مشوار او رايحه الجامعه الصبح او كده. ميك اب العروسه بيعتمد على بقى ايه تحديد الملامح والكونتور طبعا هي بقى عروسه لازم تظهر. الشادو كان ناعم، رسمه العين، تحديد الكونتور ده برضو عليه عامل كبير قوي. طب يعني الكونتور ده يا ساره بيجي لنا يعني عليه اسئله كتير قوي. يعني انا مني واحده لما باجي اشوف صور معينه بلاقي بالنسبه لهم الكونتور ده عباره عن خطين كده ايا كان الوش غلط. بقى ايا كان الوش غلط. طبعا دي الفكره. لا في ناس كتير مش واخدها دراسه. في ناس كتير مش واخدها دراسه فهي بتمشي تقول لك هو الكونتور عباره عن خطين كده وخطين كده. لا ده غلط. في طبعا الوش المربع، في الوش المدور، في الوش المثلث، كل رسمه وش وفي الهارت كل رسمه وش الجبهه هنا صغيره شويه من تحت عريضه الكونتور كل يعني انا ممكن تجي لي عروسه ما عندهاش خدود وشها صغير فانا بحاول ان ابرز لها خدود بالكونتور. واحده عروسه مثلا خدودها ما شاء الله مليانه فانا عايزه انحت، هو بيستخدم في نحت او برز الاماكن يعني هو حلو في ان عايزه تنحتي وتخفي. عمليه التجميل دلوقتي الكونتور بديل عمليات التجميل انا لا ده مؤقت يعني هو مؤقت هو مش على طول. مؤقت انا مش يعني انا بعمل لك كونتور انا بحدد لك ملامحك ببرز الملامح الحلوه اللي فيكي او بخفي زي مثلا عيب من عيوب وشيري بتعمل لك الكونتور بتقول لها المناخير الانف صغريها شويه او كبريها. لا هو تمام الكونتور بيظبط الدنيا معانا على الاخر يعني. والكونتور في منه درجات لان في ناس فاكره الكونتور اللي هو الدرجات اللي هي الغامقه بس لا ده في منه 12 درجه مش لازم ان انا اعمل حاجه. طبعا لون البشره نفسها طبعا حسب البشره. وبعدين في بنات هي ملامحها حلوه مش محتاجه ان انا احدد بالزبط جامد بالظبط. يعني في ناس كمان عندها الانف الحجم بتاعها حلو مش محتاجه ان انا احطها بالظبط فمش لازم نحط كونتور. لا الكونتور جميل اللي انا بحبه بحس ان هو غير الملامح بتاعه الوش بيظهر ملامح هو الوش. الفكره ان برضو ناس سالت ان في كونتور باودر وفي ليكويد الجل او الجل الناس دي يعني كله بيميل اكتر للباودر الفتره دي بس الجل حاسه ان هو برضو الباودر خفيف. الباودر خفيف وما بيحسسكيش ان انت عملتي لو عايزه تعملي شغل تحسي ان انت عملتي فرق فيه استخدمي الجل. لو انت عايزه تعملي فعلا تغيير قصدك ان هو احترافي اكتر ممكن اكتر بس الكريمي بيدي تثبيت اكتر بيدي تثبيت اكتر وبيحدد الملامح اكتر. البودر حاجه ناعمه انت ممكن انت خارجه باي وقت تحطي كونتور بودر. انا عن نفسي في شغلي انا بستخدم بحب البودر فقط. تمام فقط ما هو انا يعني لو واحده لسه مبتدئه في المجال ما ايدش ان هي تستخدم كونتور جل خليكي في البودر.
عشان طريقه التوزيع ممكن برضه لا صعبه لو ممكن يكتل منك في اماكن تلاقي مكان تمام ومكان فيه جامد، ممكن تخلي خد حلو وناعم والخد التاني يكون اغمق، فلكن البودر هتخفي هتزودي زي ما انت عايزه. وطبعا البراندات بتختلف يا ايمي، يعني في البراند العالي بيبقى فتره ثباته اطول طبعا من البراند القليل. زي ما انت قلتي برضو يا شيري في حاجات بتبقى كوبي وبتبقى حلو. فعلا مش كل الاوريجينال، لان في ناس دلوقتي الموضوع ده مهم جدا، الناس فاكرين ان الاوريجينال هو لا. انا اكتشفت الفتره الاخيره دي طبعا بمعرفتي بيكي طبعا، يعني شيري معايا كل من زمان، اكتشفت ان في حاجات كتير حلوه احنا ما كناش واخدين بالنا منها. احنا بنجري ورا الحاجات المشهوره والبراند العالي والسعر الكبير ده، لا اسماء كبيره والله 500 جنيه يبقى دي تمام. بجد في براندات كبيره جدا وليها حاجات في استخدامات مشهوره بطريقه فظيعه، بس تيجي تستخدميها مفيش اي جوده اصلا خالص. انا خالص يعني جربت وجبت حاجات كتير زي كده والله، ومركونه عندي ما بستخدمهاش. اول الفتره اللي فاتت بقى في ظاهره ظهرت جدا كتير اللي هي بتاعت التنت. الفتره دي استغنوا عن البلاشر، انا حبيته. حبيتيه؟ حبيته. هو جميل بصراحه، بيبين الوش طبيعي، الخدود والخدود والانف كده بطريقه كده، الخدود والمناخير كده بيبقى، لا وبتحس مش محتاجه ميك اب فعلا. البنت بتحطه ما بتكونش محتاجه اي حاجه خالص، يعني هو مجرد ما بتحطي حاجه على الخدود بتغير لا شكل. هو كويس الوش انا خالص. انا عجبني بصراحه يعني. بس في ناس بتعمله بافوره، لكن انا عجبني. فعلا انا شفت ناس لجأت ليه الفتره اللي فاتت، هو بديل للبلاشر تقريبا. هو ثابت وبتحس ان هو طبيعي في الوش، بتحس ان ده حاجه طبيعيه، ما بتحسيش بقى انت مش شرط انت تعملي ميك اب كامل، انت ممكن تكوني بس عامله ترطيب وعامله كده وخلاص. خلاص مش محتاجه ان انت تعملي اي حاجه معايا، كانك عملتي فول ميك اب. طبعا. طب بالنسبه لالوان الشادو يا ساره في صيف 2020 ايه الالوان الناعمه؟ الالوان الهاديه والناعمه هي اللي بتبقى كويسه يعني. طبعا هو دايما السيمبل في كل حاجه يا شيري بيبقى اكيد طبعا، يعني بيبقى هو في عيون بتجبرك ان انت تعملي فيها لوكات جامده. طبعا كنت لسه اقول لك طبعا على حسب العين نفسها، يعني لو عين واسعه قوي وعايزين نبينها في الميك اب، العيون الواسعه لازم طبيعيه، لازم نغمقها عشان خاطر اي حاجه عايزه تصغريها غمقيها، اي حاجه عايزه تنوريها حط لها درجات فتحه. بص يا ساره، هو للاسف يعني اللقاء معاكي ما بينتهيش، وحلاوه اللقاء معاكي ما بنقدرش نتكلم عن الميك اب ما بيخلصش. الميك اب ما بيخلصش، يعني ادام عملنا برنامج بندلع فيه الست بنتكلم عن الميك اب والفاشن وكل حاجه تخص الست، يبقى احنا عمرنا ما هنخلص كلام. طبعا اكيد. للاسف وقت حلقتنا انتهى. نورتينا. استنونا يعني للاسف وقت في الكنترول روم مش كده. للاسف اعزائي المشاهدين وقت حلقتنا انتهى، انتظرونا في حلقات تانية كتير من ميك اب لاين مع الميك اب ارتست الجميله جدا شيرين مردن. بنشكرها جدا على وجودها معانا في السيزون ده ونورتينا وشرفتينا. مراكز كاندي كلارا من احسن واجمل المراكز تتعامل معاها، ميك اب ارتست الجميله ساره حجازي من احسن ميك اب ارتست ممكن تتعامل معاها الفتره الجايه. استنونا في كل جديد في ميك اب لاين. استنونا.